선남 선수 누구세요? ماشي يا خو الوقت بدر
قوم سكن تيوليو يسعوا يطاطوا الجوج ديال الليل ولا 12 ديال الليل ويفيقوا حتى 10 ديال ولا 12 ديال النهار وهذا خطا كبير. بطبيعه الحال اللي بغيت تشير ليه هو ان الحل مثل هذه المناسبات هذه شنو خصو يبدا؟ الحل اول حاجه وبغيتكم تسمعوا لي كلكم صغيرين وبغيتكم تسمعوا بزاف في الحلول وربما هذا الحل هذا ربما الحلول بجميع الحلول. اول حاجه خصو نتقلبوا الدار بعدا خاص الاب والام يجلسوا ويناقشوا المشكل ديال ولدهم. يعني ماشي يخليو الدري يدير اللي بغاه هما كل واحد يتصرف بوحدو. يجلس الاب والام ويناقشوا المشكل ديال ولدهم وخلوا على حدود حل جوج ثلاثه ماشي مشكل المهم يكون تدرج ماشي مشكل. من بعد تجي الجلسه الثانيه وهنا بغيت تصحوا لي مع شي اساتذه كان عندي شي مغاربه يصحوا لي الجلسه الثانيه نسمع مع الطبيب براسو نسمعوا له نديروا عمليه ديال الانصات ونتحاوروا معاه. راه بدون هاد العمليه اللي قلتها هادو راه ما عمرو يكون عندنا بيت واقف على اسس سليمه. اللي تزبون بخير حاولوا ما يمكن تسمعوا وليداتكم تنصتوا ليهم تحاوروهم تناقشوهم تشوفوا المشكل اللي عندهم ماشي هو يدير شي مشكل تنزل عليه بالعصا. حاولوا الحوار في البيت عنده ايجابيات كبيره بزاف. وشكرا. السلام عليكم. المستوى الأول والثاني كما لا أنسى الأستاذة لميا أستاذة اللغة الفرنسية واللي دائما كان نديرها في التيتشر. الأستاذة كريمة البقالي أستاذة اللغة الفرنسية دائما لتعليم الأولي واللي كتكلف طبعا خياطة جميع الملابس اللي شفتوها على المنصة. شكرا على الخياطة ديالنا. عندنا بلايت ماوس الحوذي مصورة المؤسسة باهية أقلعي انصار بوزيتون سمية أقلعي ضيفة مجيدة ونسيت سلوى جور وكذلك أسماء بنزاكور. أولادنا كنغلطو في سماواتهم خليت شي واحد وفاطمة الزهراء
فاطمة زهرة يوسف. أما الآن فزاد ما كرمنا سبب صح، ولكن جرت العادة ونتهضر دائما كنقولها، جرت العادة أن التلميذ الأول والثاني والثالث في كل مستوى. وقبل ما ننتقل لهذا، عندنا طبعا كما كتعرفوا أن التلميذ النموذجي لكل سنة، التلميذ النموذجي للمستوى الدراسي 2011-2012 لمؤسسة أقرأ النموذجية هو التلميذ عبتر، هي التلميذة دنيا البعوشي. سقط على دنيا حوالي سقط عليها دنيا البعوشي. كيف كانت؟ أنا خلينا مفاجأة وبلاش نقولها اليوم، هو أننا بالعالي ما كنقولوش تلميذنا